معرفة. أوكي خلينا نرجع على موضوعنا. مسيحيون يمدحون الإمام علي. بدي أعطيكم أول قصيدة قريتها للمسيحي الشاعر بولو السلامي الذي عرف بعشقه لأهل البيت وللإمام علي وللإمام الحسين. يقول بولو السلامي: لا تقل شيعة هواة علي، إن كل منصف شيعية هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا. هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا. ذكره إن عرى وجوم الليالي شق في فلقة الصباح نجيا. يا علي العصور هذا بياني، صغت فيه وحي الإمام جليا. يا أمير البيان هذا وفائي، أحمد الله إن خلقت وفيا. يا أمير الإسلام حسبي فخرا، أنني منك مالئ أصغريا. جلجل الحق في المسيحي فصار من فرط حبه علويا. أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضية. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. أنت رب للعالمين إلهي، فأنلهم حنانك الأبوية. وأنلني ثواب ما سطرت كفي، فهاج الدموع في مقلتي. سفر خير الأنام من بعد طه، ما رأى الكون مثله آدمية. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت علي. هذا للشاعر المسيحي بولو السلامي اللبناني، قصيدة في حق الإمام علي عليه السلام. وقد عرف بولو السلامي في محبته للإمام علي. أما جورج جرداق الذي أيضا عرف في حبه للإمام علي، فقد كتب الكثير وكتب مجلدات عن الإمام علي، صوت العدالة والإنسانية. ولكن من قصائده عن الإمام علي اخترنا قصيدة رائعة يمدح الشاعر المسيحي جورج جرداق الإمام علي قائلا: كلما بي عارض الخطب ألم، وصماني من عنا الدهر ألم. رحت أشكو لعلي علتي، وعلي ملجأ من كل هم. وأنادي الحق في أعلامه، وعلي علم الحق الأشم. فهو للظالم رعد قاسف، وهو للمظلوم فينا معتصم. وهو للعدل حمى قد صانه، خلق فذ وسيف وقلم. من لأوطان بها العصف طغى، ولأرض فوقها الفقر جثم. غير نهج عادل في حكمه، يرفع الحيف إذا الحيف حكم. أكو وفاء؟ أكيد أكو وفاء. السؤال عم تسألني أمير بشغل. هذه كانت قصيدة الشاعر جورج جرداق. أيضا هناك كثير من القصائد، لن أعيد وأردد ما قاله الأديب العالمي اللبناني جبران خليل جبران. لن أردد كل ما قاله، لكن جميل هذا لكل من يحب الإمام علي. أعتقد أن الذين أحبوا عليا قد لبوا دعوة فطرتهم السليمة التي لم تفسدها السياسة وشهوات الدنيا الآثمة. في عقيدتي أن عليا جوهرة بين الحصى، تفرد بمعان جعلت منه الإنسان الكامل. حقا إن قريشا أولت عليا حقدا أزرقا، لأنه قتل أعيان أبطالها في بدر وأحد والخندق. إن عليا مات شهيدا، شهيد عظمته الإنسانية ورقيه الروحاني وعقيدته الإسلامية الصافية. وإنه أغمض عينيه الكريمتين عن هذا العالم، وأنوار الصلاة الرحمانية تسطع على شفتيه بهاء ملكوتيا. وأنه ترك هذا العالم قبل أداء رسالته القرآنية، بسبب وجوده بين قوم أغشت قلوبهم الأحقاد الجاهلية وشهوة حب التسلط، فلم يقدروا حق قدره فحاربوه، وحرموا البشرية من تحقيق أمانيه في الحرية والمحبة والإخاء والمساواة والعدل الاجتماعي والاقتصادي. تلك الأماني التي كان يريد أن يصبها على الناس أجمعين، نعيما فياضا بالخير والمرحمة والبركات والعيش البهيج الرغيد. ما بعرف أحمد، ما في بقلوبنا كره لمحمد أبدا، ولا كيف يعني؟ ليش العالم
أصلاً هلا عم شوف بعد في ناس عم تغلط، يعني اللي هو بحب الإمام علي وليلة شهادة الإمام علي جاي يغلط على الناس، هيدا يعني من له الحب. سلام للدكتور داني موريس العالم من باريس، داني جبران خليل جبران عن الإمام علي إرينا، بولو السلامة عن الإمام علي إرينا، جورج رداء عن الإمام علي إرينا، وينك ما كنت. هلأ رح أقري لك بعد قصيدة ما قريتها لحدا لأنك هلأ جيت. أيضا وأيضا انظر ما يقول المسيحيون في حق الإمام علي عليه السلام وماذا قال. أوكي، بعض المدعي الإسلام قالوا نحاربك بغضا منا لأبيك وما فعله بأجدادنا، هيك قالوا للحسين. أما المسيحيون، هناك قصيدة للشاعر المسيحي والوزير اللبناني سابقا جوزيف الهاشم في حق الإمام علي عليه السلام، ويقول نعم العلي ونعم الاسم واللقب، يا من به يشرب الأصل والنسب. نعم العلي ونعم الاسم واللقب، يا من به يشرب الأصل والنسب، البادخان جناح الشمس ظلهما، والهاشميان أم حرة وأبو. البادخان جناح الشمس ظلهما، والهاشميان أم حرة وأبو. لا قبل لا بعد في بيت الحرام شدا طفل، ولا اعتز إلا باسمه رجب. لا قبل لا بعد في بيت الحرام شدا طفل، ولا اعتز إلا باسمه رجب. يوم الفساد طغى والكفر منتشر، يوم الفساد طغى والكفر منتشر، وغطرس الشرك والأوثان تنتصب. الله كرمه لا للسجود لها، ولا بمكة أصنام ولا نصب. منذورة نفسه لله ما سجدت إلا لربك هام وانطوت ركب. منذورة نفسه لله ما سجدت إلا لربك هام وانطوت ركب. هو الإمام فتى الإسلام توأمه، منذ الولادة أين الشك والريب. هو الإمام فتى الإسلام توأمه، منذ الولادة أين الشك والريب. تلقف الدين سباقا يؤرجه، صدر النبي وبوح الوحي يكتسب. عشيره ورفيق الدرب كاتبه، في الحرب والسلم فهو ساطع الشهب. بديله في فراش الدرب فارسه، وليث غزوته والجحفل اللجب. سيف الجهاد فتى لولاه ما خفقت، لدعوة الله رايات ولا قطب. إن بردت هدنة التنزيل ساعده، كان القتال على التأويل والغلب. أيام بدر حنين خندق أحد، والليل تحت صليل الزحف ينسحب. والخيل تنهل في حرب اليهود دما، ويوم خيبر كاد الموت يرتعب. ولو كان عاصر عيسى في مسيرته، ومريم في خطى الآلام تنتحب، لثار كالرعد يهوي ذو الفقار على أعناق بيلاطس البنطية ومن صلبوا. ما كان درب ولا جلد وجلجلة، ولا صليب ولا صلب ولا خشب. شوف شلون حلو التوصيف. لو كان العاصر عيسى في مسيرته، ومريم في خطى الآلام تنتحب، لثار كالرعد يهوي ذو الفقار على أعناق بيلاطس البلطي ومن صلب. ما كان درب ولا جلد وجلجلة، ولا صليب ولا صلب ولا خشب. تجسدت كل أوصاف الكمال به، في ومض ساعده الإعصار والعطب. الصفح والعفو بعض من شمائله، وبعضه البر، أم من بعضه الأدب. محجة الناس أقداهم وأعدلهم، أدق أنصف أدعى فوق ما يجب. يصوم يطوي وزهد الأرض مطمحه، والخل مأكله والجوع والعشب. يغتال في ثوبه المرفوع مرتديا عباءة الله، فهي الغاية الأرب. من ردع الهام بالتقوى، من ردع الهام بالتقوى، فإن علي أقدامه يسفح الإبريز والذهب. على منابره أشداء خاطره، ومن جواهره الصداحة الخطب. ومن مآثره أحجى أوامره، ومن منائره تستمطر الكتب. إن غرد الصوت هدارا بقاسعة، كالبحر هاجا وهلت ماءها السحب.
أو استغاثت به الآيات كان لها روحا على الراح يا أسخاه ما يهب يذود عن هاديات الشرع يعضدها والحق كالصبح لا تلهو به الحجب هو الوصي على الميثاق مؤتمن على تراث نبي الله منتدب هو الخليفة ما شأن السقيفة إن طغت على أهلها الأهواء والرتب أنذر عشيرتك القربى فأنذرها وقال ربك قولا فوق ما طلبوا ما غره الغنم فاغتابوا تفجعه على الرسول ودمع القلب ينسكب شتان بين لظى المفجوع يرهبه هول الفراغ وذاك المشهد العجب وبين من هام في أحلامه شغفا فراح يلعب فيه العرض والطلب ما هم أن يستحق الغبن ما سلمت للمسلمين أمور وانجلت نوب وفهم فد الخلاف فكان للخلفاء الدرع الواقية وللخلافة ظلا ليس يحتجب لولا علي لما استقوى بها عمر يوم النفير ولولا المرشد النجب وفتنا بالمشاكل خلنا نعد لكم من الأول آخر شيء لو عاصر هيدي من قصيدة الوزير اللبناني الوزير السابق والشاعر اللبناني جوزيف هاشم لو عاصر عيسى في مسيرته ومريم في خطى الآلام تنتحب لثار كالرعد يهوي ذو الفقار على أعناق بلاطس البنطي ومن صلب ما كان درب ولا جلد وجلجلة ولا صليب ولا صلب ولا خشب تجسدت كل أوصاف الكمال به في ومض ساعده الأعصار والعطب الصفح والعفو بعض من شمائله وبعضه البر أم من بعضه الأدب محجة الناس أقداهم وأعدلهم أدق أنصف أدعى فوق ما يجب جميل جدا ما يكتب عن الإمام علي وجميل جدا أن أجمل ما كتب عن الإمام علي كتبه أدباء وشعراء مسيحيين وأنا أفتخر أنهم مسيحيين لبنانيين اللي عم بيقول لي على نهجي وعلى غير نهجي أتمنى من الناس وخاصة من محبي الإمام علي أن يعملوا بنهجه أيها الناس عليكم بأنفسكم والناس أعداء ما جهلوا اتقوا الله واتركوا حريات الناس لحريات الناس واحترموا يعني احترموا فكركم لكي يحترم الناس فكركم أيضا لا تفرضوا على الناس عاداتكم وتقاليدكم الإمام علي ليس ملكا لكم وأنتم لستم أدرى من غيركم به وكل إنسان له رب يحاسبه وكفوا بقى عن ترداد هذه الكلمات التي مللنا منها ولن تثنينا ولن تنهينا عن محبة الإمام علي بن أبي طالب كل هذه الكلمات من يريد أن يفرض على الناس لباس معين فليفرضها على أهله على جيرته على جماعته كل إنسان حر بعاداته وبتقاليده الإمام علي ليس حكرا على ملة أو مذهب وهذا أصلا جل الرسالة اللي أردت أن أوجهها اليوم بهذا البث المباشر أجدد مرة أخرى أعزائي لكل من يحيي هذه الليلة ولكل محبي الإمام علي في العراق وفي المنطقة وفي العالم عظم الله لكم الأجر أدامه وأدام ثقافته لنا نهجا وبلاغة ومنهلا كبيرا للعلم وللفكر وللتسامح شكرا لكل المبغضين الذين يعلقون تعليقات سيئة ولكل المثقفين الذين مدحوا الشعر أشكر كل المحبين وأشكر كل المبغضين لأن بغضكم يمدني بالعزم لكي أمضي أكثر وكلما شعرت بالملل ربما من هذه التغطيات المباشرة هذا الكره يزيدني إصرارا على متابعة المسير إن كان كرهكم بسبب محبتي للإمام علي فهذا شرف لي أشكركم عليه